عاشت سوريا سوريا الأزهر الله علينا وعطول الأمل حافظ أسرنا وضع يا طالب أشهر يا عزائنا سببين رئيسيين دفعانا كسوريين وضحايا للنظام السوري هنا في فرنسا من أجل إلغاء حفل مغني الشبيحة ومطرب السفاحين. السبب الأول هو أنه هذا مغني يرتبط في ذواكرنا كضحايا للنظام السوري بالتشبيح، لأنه أغانيه كانت بمثابة النشيد الوطني لعناصر التحقيق وعناصر التعذيب وعناصر أفرع المخابرات. والسبب الثاني أنه النظام يعتبر أن هؤلاء المطربين هم سفراءه، لذلك النظام ربما يستثمر هذا النوع من الحفلات لكي تكون بشكل غير مباشر طريق من طرق تطبيع مع المجتمعات الأوروبية. تجاوب السلطات الفرنسية كان سريعا، كان تجاوبا جيدا، تفاعل كان وفق ما كنا نأمل به حقيقة، فيما يخص بطبيعة الحال وزارة الداخلية الفرنسية، لأن وزارة الداخلية هي المعنية الأولى بإجراء التحقيق. التحقيق مع الشخص الذي قام باستقدام هذا المغني. نحن نعلم أنه الشخص المنظم هو لاجئ، واللاجئ وفقا لاتفاقية جنيف وفقا للقوانين الفرنسية لا ينبغي ولا يحق له التواصل مع سلطات نظام بلده، لكن نحن اليوم لدينا قضية أخطر، قضية أنه ربما هذا اللاجئ يتواصل مع النظام ويقوم بتنفيذ مهمات موكلة إليه وربما يقبض أموال من هذا النظام. ولذلك من هنا كانت الشكوى والاعتراض على ما قام به الشخص الذي نظم. وإذا لم يكن لاجئاً، أيضا طرحنا فرضية والسؤال، هل هناك تبادل أدوار بين هذا الشخص وبين هذا النظام؟ طبعا كل هذه الأسئلة برسم الجهات المختصة. أكيد قرار المحكمة وقرار السلطات القضائية سيكون بمنع هذا الحفل، وربما أقول ربما إذا أتى المغني الشبيحة ومطرب السفاحين ربما يتم استجوابه، لأنه أنا بقول نقطة قالها لي أحد الصحفيين الفرنسيين عندما سمع بأنه هذا المطرب أو مغني الشبيحة قد غنى لجيش، قتل الصحفي الفرنسي جيل جاكيه، إذن هو متورط بشكل أو بآخر بدعم آلة قتلت مواطن فرنسي، لذلك سيتم استجوابه وتوقيفه ليوم أو ليومين بحسب الإجراءات القضائية الفرنسية. دفعنا اليوم نحن كسوريين موجودين في أوروبا في أن نواصل عملنا من خلال مخاطبة والتأثير على الأنظمة القضائية وعلى المجتمعات المدنية والابتعاد عن تلك الروح السلبية التي تقول دائما، أو الأشخاص السلبيين اللي بيقولوا أنه ما حيطلع منا شيء وحاجة تعذبوا حالكم. لا بالعكس، نحن اليوم ثبت أنه هناك جيل جديد سوري موجود في أوروبا لديه وسائل عمل جديدة حديثة يتقن لغات، قادر فعلا أن يوصل القضية السورية، قضية الثورة السورية، قضية ما حل بالشعب السوري إلى صناع القرار في المجتمعات الأوروبية، بالتالي لدعم قضيتنا السورية المحققة.